اهلا بكل متابعينا في حلقه جديده من كورس الامبيدد سيستم. ان شاء الله النهارده هناخد الحلقه رقم 2 في الاتصالات التسلسليه باستخدام اليو ارت طبعا، وهناخد تطبيقات عليها. طبعا احنا شرحنا في الحلقه اللي فاتت ان انا لو عايز اوصل المايكرو كنترولر بتاعي بالكمبيوتر لازم استخدم الكابل اسمه RS232، ومعروف ان الكمبيوتر بيشتغل من سالب 12 لموجب 12 والمايكرو كنترولر بيشتغل من 0 ل 5، فهنا في عدم توافق في الجهود، ما ينفعش اوصل مباشر، لازم اي سي اسمه ماكس 232 بيعمل كونفرت ل 0.5 فولت لسالب 12 وموجب 12 فولت، لان لوجيك 0 في المايكرو كنترولر معناه 0 فولت، لوجيك 1 معناه 5 فولت، فبالتالي لازم الزيرو ده يتحول لسالب 12 عشان يبقى لوجيك 0 في الكمبيوتر، وال5 تتحول لموجب 12 عشان تبقى لوجيك 1 في الكمبيوتر. عشان اعمل الموضوع ده زي ما قلنا ماكس 232، شرحنا في الحلقه اللي فاتت ازاي اوصله وازاي اوصل المكثفات والتغذيه بتاعته. كمان التي اكس والار اكس دي جايه من المايكرو كنترولر، التي اكس هتتوصل بتي 1 ان تي اكس دي برضو، والار اكس هتتوصل بار 1 اوت. طول ما انا متعامل مع واحد يبقى اروح لار 1 ان اوصلها، اللي هي دي تعتبر ار اكس اللي خاصه بالمايكرو كنترولر، بس عملت لها كونفرت للليفل، الليفل بتاعها من بي اي من سالب 12 ل 12، اوصلها بالتي اكس الخاص برقم 3 في الـ RS232. وكمان زي ما قلنا ان تي اكس هنا هتتوصل بـ T1N، هيبقى عندي T1 اوت، ده الليفل بتاعها هيبقى عالي، بمعنى ان القيمه بتاعتها طالعه من سالب 12 ل 12، بس دي خاصه بالمايكرو كنترولر، يعني هي التي اكس بتاعت المايكرو كنترولر بس بقت من سالب 12 ل 12. هوصل التي اكس دي بالـ RX اللي هي رقم 2 في الـ RS232، والطرف الثاني بتاع الكيبل بوصله بالكمبيوتر، وما انساش اوصل 5 بالارضي بتاع المايكرو كنترولر عندي، والا الدايره مش هتشتغل. زي ما احنا قلنا ادي الكابل ار اس 232، عندي هنا ار سي 6 هي تي اكس بوصلها بي تي 1 ان هي رقمها 25 بوصلها برقم 11، معانا ار سي 7 هي ار اكس رقم 26 بوصلها بار 1 اوت اللي هي رقم 12، هيبقى عندي تي 1 ان دي قيمته من 0 ل 5، هيطلع تي 1 اوت قيمته من سالب 12 ل 12، ار 1 اوت قيمته من 0 ل 5، هيطلع ار 1 ان قيمته من سالب 12 ل 12، ودي المكثفات طبعا. ما انساش الناحيه الثانيه هوصل التي 1 اللي هي تي اكس دي هوصلها بالار اكس اللي هي بينا رقم 2، ار 1 ان اللي هي الار اكس اوصلها بالتي اكس اللي هي رقم 3، ما انساش اوصل رقم 5 بالارضي بالمايكرو كنترولر، والكلام ده اتشرح بالتفصيل في الفيديو السابق. طب عشان اتعامل مع اليو ارت لايبرري في الكود بتاعي في المايكرو سي لازم اعمل انشاليزيشن اللي هو التوافق بين الجهازين، جهازين هيبعتوا لبعض داتا بسرعه كام، لازم يبقى فيه توافق. التوافق ده بيجي بالامر اسمه يو ارت 1 اندرسكور انت بين قوسين البودريت 9600، ده قيمه ستاندرد، برضو في قيم ستاندرد تاني طبعا، لازم لو انت حطيت القيمه دي في المايكرو كنترولر لازم تحطها هي هي في الكمبيوتر بتاعك، لو اختلفت القيمه دي بين الجهازين هيحصل ايرور ومش هينفع تنقل الداتا. الامر ده كمان بيعمل انشاليزيشن، بمعنى ان هو بيخلي ار سي 6 وار سي 7 تشتغل تي اكس وار اكس، يعني ار سي 6 وار سي 7 مش بتعرفها في البرنامج ولا انبوت ولا اوت، مجرد ما تحط الامر ده هو بيتعامل معاها اوتوماتيك بيحولها لتي اكس وار اكس. لو انا عايز اخلي المايكرو كنترولر بتاعي يبعت داتا للكمبيوتر، يعمل رايت او سنت للداتا للبي سي بتاعي، في امرين. لو انا عايز ابعت كاركتر واحد، حرف او رقم او علامه، يبقى الكاركتر ده بيبقى بين كوت واحده، كاركتر ممكن يبقى واحد هنا، يعني بين كود كده واحد، واحد ده وقتها ما بقيش قيمته واحد، لا بايه؟ تكست واحد، نص واحد، يعني بايه؟ نص وليست قيمه. فانا لو عايز ابعت كاركتر واحد اقول ايه؟ اكتب يو ارت 1 اندرسكور رايت، واكتب الكاركتر بين كود عندي هنا، ولازم يتعرف بانسين كاركتر، خلي بالك، لان كاركتر الداتا تايب نوع كاركتر بيشيل كاركتر عندي، لكن ممكن تقول لي طب ما اعمله شورت انت، لا غلط، انت وشورت الحاجات الباقيه دي تتعامل مع ارقام مع قيم وليست مع كاركتر، فلازم المتغيرات لو انت هتتعامل مع اليو ارت لازم تبقى كاركتر. الامر الثاني هو نفس الامر اللي فوق اللي زاد عليه اندرسكور تكست، وده لو عايز انا ابعت جمله نصيه، بمعنى ثاني عايز ابعت اكتر من حرف في المره الواحده، فبالتالي عايز ابعت كلمه ويلكم من دبل كوتيشن طبعا بتتحط هنا، اكتب الامر اللي فوق يزيد عليه اندرسكور تكست. لو عايز اقرا من الكمبيوتر، يعني خلي الام سي يو اللي هو المايكرو كنترولر يونت عندي تقرا من البي سي عندي، هستخدم امر اسمه يو ارت 1 اندرسكور ريد، قوسين فاضيين طبعا لان هو هيقرا الداتا اللي جايه من الكمبيوتر. اخد الداتا دي اخزنها في مين؟ في متغير اسمه مين ريسيف. الريسيف المتغير ده لازم يبقى مين، قلنا لازم يبقى كاركتر. لو انت هتعمل سند او ريسيف لازم المتغيرات اللي انت هتستخدمها لازم يبقى نوعها كاركتر اجباري، ولو ما عملتهاش كاركتر
هتعمل بلك البرنامج يطلع صح، بس تيجي تعمل رن كده ولا تشتغل عملي ما رضاش يشتغل معاك. ده لو انا عايز استقبل حرف واحد في المره، لكن لو عايز استقبل جمله نصيه كامله او اكتر من حرف في المره، يبقى الامر اللي فوق يزيد عليه كلمه تكست اندرسكور تكست بين قوسين او بديه مش متغير، دي مصفوفه. النص اللي جاي ده هخزنه في مصفوف، المصفوفه دي عدد العناصر بتاعتها كام؟ 10، ولازم ينتهي بكلمه متعارف عليها عشان اعرف ان النص انتهى. الامر ده مش هنشتغل عليه دلوقتي. طب لو انت عايز تقرا من الكمبيوتر، مش المفروض اعمل تشيك هل في داتا جايه ولا لا؟ يبقى المفروض قبل ما انا اعمل قراءه لازم اعمل تشيك على الداتا هل هي موجوده ولا لا عشان اقراها. الامر اللي بعمل بيه تشيك اللي هو اف افتح قوس يو ارت 1 اندرسكور داتا اندرسكور ريدي قوسين كده يساوي سواح، بمعنى هل الداتا موجوده؟ لو موجوده اروح اقرا واحطها في المتغير واقفل قوس اف. طبعا ما تنساش ان هنا ممكن اقول يساوي سو واحد وممكن ما اقولش يساوي سو واحد، ممكن دي اشيلها عادي ما فيش مشكله. اقول يو ارت 1 اندرسكور داتا اندرسكور ريدي قوسين، بمعنى جمله مثبته، لو هي بقيت بواحد يبقى الشرط ده اتحقق، يبقى وقتها روح نفذ اللي انت عايزه. كمان انا لو عايز اكتب على الشاشه جمله او حرف وبعد كده انزل سطر جديد اكتب الجمله اللي بعدها وهكذا، تمام؟ يعني بمعنى عايز انزل سطر جديد مش عايز الكلام يبقى جنب بعضه، لا يبقى تحت بعض. اعمل ايه؟ في امرين للموضوع ده، يو ارت 1 اندرسكور رايت 10 ده يعمل اند لللاين اللي انت فيه، يعمل انهاء للسطر اللي انت فيه. يو ارت 1 اندرسكور رايت 13 ده يعمل نيو لاين، يعني يرجع الكورسر في السطر الجديد عشان يستقبل الداتا اللي بعد كده. يبقى الامرين مع بعض دول لو انت عايز تعمل نيو لاين تخلي الداتا تظهر تحت بعضها، والكلام ده هنشوفه في البرمجه. احنا قلنا ان اي حرف او اي علامه على الكيبورد بتاعت الكمبيوتر بتتحول في 8 بت، في 8 بت بنظام الاسكي، ده النظام المتعارف عليه دوليا. يبقى اي حرف او اي علامه موجوده على الكيبورد وبتكتبها حتى السبيس والانتر وكل حاجه دي بتتخزن في 8 بت، بس على هيئه ايه؟ على هيئه نظام الاسكي. بمعنى لو عايز اكتب اي كابيتال ممكن اكتبه كده بالهكسا 41، لو عايز اكتبه ديسيمال 65. خلي بالك الاي كابيتال جاد سمول، اي سمول بالهكسا 61 بالديسيمال 97 وهكذا. خلي بالك اي علامه ضرب جمع كل العلامات دي ليها كود في الاسك، ده المتعارف عليه. لو انت عايز تعمل سبيس ممكن اكتب 20 بالهكسا او 32 بالديسيمال. طيب احنا في البرنامج او في الكود اللي قلناه من شويه ده قلنا 10، فين 10؟ 10 اهي، انا كتبتها بالديسيمال، خلي بالك مكتوبه هنا بالديسيمال اهي، مش قدامها 0 اكس، لا مكتوبه 10 مباشره. يبقى اسمها لاين فيد، يعني هو بيعمل سطر جديد، يعني ينهي السطر اللي هو فيه وبيفتح سطر جديد تحت. 13 عندي تعمل كارج ريتيرن، كارج ريتيرن يعني بترجع الكورس في السطر الجديد اللي انت عملته. يبقى لازم اكتب 10 مع 13 عشان اعمل نيو لاين. دي الدايره اللي هنشرحها. كود النهارده بسيط، الكود هكتبه مره واحده لكن هعمله سيميوليشن بثلاث طرق، ان انت تعرف ثلاث طرق ده ان الموضوع مهم جدا عشان في العملي. دي الدايره بتاعتنا، عندي ثلاث ليدات هنا ومديها اسم انا عشان بدل ما اوصل اسلاك كده ويبقى الرسمه تايهه، بدي اسم هنا والاسم ده بيبقى هنا، يعني ليد واحد هي ليد واحد هنا. الليدات دي على بي 0 لغايه بي 2 بالترتيب، معايا كمان موتور هنا على بي 3، وكمان احنا موصلين الكريستال والماستر كلير زي ما انتم شايفين كده، الموضوع سهل واحنا متعودين على الكلام ده. نيجي لو انا عايز اتعامل مع اليو ارت اروح اجيب الفيرتشوال تيرمينال، اجيبها منين؟ اجيبها من هنا، اضغط هنا واروح اضغط على الفيرتشوال تيرمينال تروح ظاهره لي هنا، تمام؟ طبعا ايه اضغط كمان تظهر كده. تعال نشوف اوصلها ازاي. ار سي 6 اللي هي تي اكس اوصلها بالار اكس هنا، بعمل عمليه تبديل. ار سي 7 اللي هي ار اكس واوصلها بالتي اكس. تعال مع بعض نعمل رن كده. اول ما تعمل رن المفروض الفيرتشوال تيرمينال تظهر عندك. طب لو ما ظهرتش تضغط على ديباج بعد كده فيرتشوال تيرمينال. اول ما اعمل رن طبيعي دي بتظهر، لو ما ظهرتش يبقى ديباج، بعد كده تضغط على فيرتشوال تيرمينال بتظهر لك بالشكل ده. طبعا انا كاتب جمله افتتاحيه او كلمه افتتاحيه ويلكم، لما انا اكتب حرف ايه يعمل توجل للليد دي، اكتب ايه تاني يعمل لها توجل اهو طفى، ايه نورها، ايه طفى، بي بالليد الثانيه كمان بي يطفيها، بي ينورها، والسي عندي خاص بالليد الثالثه يعمل لها توجل. خلي بالك الحروف كلها سمول لان قلنا سمول غير كابيتال، سي كمان ينورها. لو انا عايز انور اشغل الموتور ام يشغله، تمام شغال زي ما انتم شايفين اهو. ان يطفيه، يعني الليدات الاي دي شغاله وتطفيها، البي شغاله وتطفيها، سي شغاله وتطفيها، اما الموتور الام شغاله، الان يطفيه، الام شغاله، الان يطفيه، تمام. لو ضغطت اي حرف تاني جي مثلا تي ما يستجبش ما يعملش حاجه، لازم اضغط الحروف المتعارف عليها في الكود. الاي ينور اي، البي ينور بي، السي ينور ليد سي، تمام. الام شغل الموتور ام. طبعا النظام ده للسيميوليشن بس. طيب نروح نشوف الكود.
الكود انا معرف من بي 0 والبي 3 عندي باسماء ليد 1 ليد 2 ليد 3 والموتور. طبعا انا معرف متغير اسمه ريسيف من نوع مين كاركتر او انسايند كاركتر في البدايه. معرف عندي تريس بي كاوتبوت وانا مصفر بورت بي في البدايه، معناها كده ان طافي الليدات والموتور. قلنا في البدايه لازم اعمل انيشاليزيشن، يبقى يو ارت اندرسكور انت 9600. انت كتبت 9600 هنا، يبقى مباشره هنا اجي في السيميوليشن كده اعمل ستوب دبل كليك عليها، لازم اختارها 9600، لازم تبقى 9600. لو غيرت القيمه دي هيديك ايرور. طبعا انا بعد كده كتبت جمله افتتاحيه، قلنا عشان ابعت جمله او كلمه او اكتر من حرف عموما بتبقى بين دبل كوتيشن زي ما انتم شايفين، واعمل يو ارت 1 اندرسكور رايت اندرسكور تكست. تكست ده معناه ان بطبع او ببعت اكتر من حرف. بعد كلمه ويلكم زي ما انتم شفتوا نزل سطر جديد، واروح بعد كده اعمل اندلس لوب. جوه الاندلس لوب انا عايز اقرا من مين من اليو ارت عندي. زي ما انتم شفتوا ان انا ايه اعمل رن تاني، اهي ظهرت لوحدها ويلكم. شوف الكورسر كده في سطر جديد، اكتب له ايه ينور ليد، يبقى الاي دي هيبعتها للمايكرو كنترولر والمايكرو كنترولر هيقراها. يبقى اول حاجه اقرا الداتا اللي جايه من الكمبيوتر. اقراها ازاي؟ ان انا اعمل يو ارت 1 اندرسكور ريد واحطها في المتغير اللي اسمه ريسيف، لازم يبقى كاركتر لان قلنا شورت وانت، باقي المتغيرات بتبقى مع ارقام، لكن هنا انا بتعامل مع نص. طبعا قبل ما اقرا المفروض اعمل تشيك، فانا اعمل تشيك هل في داتا ولا لا باستخدام الامر اسمه يو ارت 1 اندرسكور داتا اندرسكور ريد، واقول يساوي يساوي 1. ممكن قلنا الجزء ده اكتبه او ممكن اشيله، مفيش مشكله اكتبه كده تمام. اقرا الداتا اللي جايه، الداتا هتبقى حرف خلي بالك، احطها في متغير. طبعا لو كانت جمله نصيه وعايز اقراها مره واحده لازم تبقى اري. بعد ما تقراها لو لاحظتوا هنا الحرف بيرجع يظهر تاني على الشاشه، يعني انت كتبت ايه يظهر على الشاشه. لو انا عايزه يرجع تاني يظهر على الشاشه اكتب كده يو ارت 1 اندرسكور رايت، يعني انا هبعت الداتا للكمبيوتر للسيريا، اخد القيمه اللي انت كتبت ايه تحط في المتغير اللي اسمه ريسيف، اخد اي دي ارجعها تاني اعمل لها رايت، ابعتها تاني للكمبيوتر. ليه؟ عشان تظهر على الشاشه. بعد كده اعمل نيو لاين اللي هو الامرين دول يعملوا نيو لاين. طيب لو انا ما كتبتش الامر ده، ركز معايا كده، لو عملت كومنت كده اعمل بيلت قبل ما اكمل الكود، هروح كده للبروتس عندي هعمل ستوب، هعمل مين ران. ركز معايا كده، كله طافي في البدايه، انا هضغط على ايه؟ طبعا لازم اضغط على الشاشه دي، اضغط كده لغايه لما الكورسر يظهر. اول ما يظهر اضغط ايه الليد نورت. بص كده ما رجعش حاجه، مفيش حاجه ظهرت على الشاشه، بس عمل انتر. ليه عمل انتر؟ لان مازال الامر بتاع انتر موجود، لان ده بيعمل انتر او نيو لاين تمام، فهو موجود. لكن انا شلت ان انا امسك الاي او اللي انا كتبتها اعمل لها ارجع للشاشه او لليو ارت عندي تمام. فانا طبعا عشان اتاكد ان انا بكتب صح واخلي الداتا تظهر قدام اليوزر لازم اول ما اقرا الداتا ارجع تاني اكتبها على السريع، وبعمل النيو لاين. لو شلت النيو لاين طبعا هيكتب كل الحروف جنب بعض. اعمل بيلت على الوضع الجديد ده. طبعا ده كله ده جوه مين اللي تشيك بتاع الداتا، هل في داتا ولا لا. لو في داتا اعمل لها ريد، رجعها تاني على السيريال واعمل انتر او نيو لاين، يعني كل مره هيقرا الداتا يعمل انتر. اروح اعمل تشيك للداتا اللي جايه ده، الداتا اللي هي الريسيف، اعمل لها تشيك عن طريق مين؟ سويتش كيس. عندي كيس A، لو انا ضغطت على حرف A خلي بالك ان الريسيف ده جاي تكست كاركتر، لو حرف احطه بين كوت واحد. طبعا انا هتعامل مع حروف دلوقتي. اول ما الشرط ده يتحقق خلي بالك في نقطتين بعد كيس هنا، اروح اعمل ايه للليد، ليد واحد اعمل لها توجل، واصفر المتغير اللي اسمه ريسيف، وهعمل بريك. ليه بريك؟ عشان ما يمشيش على باقي الحالات، لو لقي الحاله دي فعلا متحققه يروح طالع بره سويتش على طول. لو انا شلت بريك بيعمل تشيك على كل الحالات. الحاله الثانيه كيس B، بي معناها ان الريسيف هنا المتغير الريسيف قيمته بي، يعمل ايه للليد 2؟ يعمل لها توجل ويصفر الريسيف عندي ويعمل بريك. لو كيس سي خلي بالك كلهم سمول، يعمل توجل لمين؟ للليد الثالثه، ويصفر المتغير اللي اسمه الريسيف ويعمل بريك. بريك يعني يطلع على طول، لو الشرط ده الاي متحقق يطلع. كيس ام، قلنا ام هيعمل ايه للموتور؟ يشغله بس. الام يعمل للموتور اون يعني خليه بواحد، بعدها مباشره اصفر الريسيف المتغير اللي بستقبل فيه الداتا، اعمل بريك. طيب اقفل الموتور امتى؟ لما يجي لي ان، يبقى كيس ان ما تنساش بعد كيس بحط نقطتين، وقلنا بين كوت هنا عشان انا بستقبل مين؟ كاركتر، فالريسيف ده بيبقى فيه الكاركتر بتاعي اللي انا قاريه من السيريال. اعمل للموتور اوف ان انا اصفره او اطفيه، بعد كده اصفر المتغير، بعد كده اعمل بريك. انا في كل مره بصفر المتغير، هل ضروري ان انا اصفر المتغير؟ لا مش ضروري، يعني ممكن ريسيف بيساوي زيرو دي ان انت بتصفر المتغير ممكن تشيلها مفيش مشكله تمام. طبعا عندي هنا ان انا في كل مره بصفر المتغير ممكن تشيلها كلها من الكود مفيش مشكله. يبقى الكود تاني بسرعه، يبقى انا اعمل قراءه، وقبل ما اعمل قراءه اعمل تشيك للداتا موجوده ولا لا. القراءه اللي انت هتقراها اللي هي الحرف يعني احطها في متغير اسمه ريسيف، ارجع تاني المتغير ده اللي اسمه ريسيف
او الداتا اللي انت قريتها او الكاركتر باستخدام يو ارت اندرسكور رايت على السيريال تاني عشان اليوزر يشوف هيعرف هو بيكتب ايه، واعمل انتر. بعد ما انا ارجعها على الشاشه اعمل انتر عشان يستعد للحرف اللي بعده، اعمل تشيك هل A يبقى توجل ليد 1، B توجل ليد 2، C توجل ليد 3، M شغل الموتور، N اطفي الموتور. لو اي حرف غير الحروف اللي موجوده في الكود مش هيستجيب، يعني مش هيعمل حاجه. تعال كده نعمل رن تاني، ستوب وادي رن. طبعا زي ما انتم شايفين اضغط على الشاشه الاول A، ظهرت A اهي منور ليد A، A تاني يطفيها، B ينورها، B يطفيها، C ينور يطفيها، ام يشغل الموتور، ان يطفي الموتور، ام يشغل، جي ما يعملش حاجه. تمام، جي تي واي ما يعملش حاجه، لازم مين A B C زي ما انتم شايفين. دي كانت الطريقه الاولى في مين في عمل سيميوليشن على بروتس. هروح للطريقه الثانيه، زي ما احنا قلنا نفس الكود نفس التوصيلات، المره دي مش هستخدم الفيرتشوال تيرمينال، تمام، هستخدم السيريال مباشره اللي هو ار اس كام 232. وزي ما قلنا دي التوصيله بتاعته، دي التوصيله اللي احنا شرحناها عمليا، وده الكابل الار اس 232. طبعا انا مش هستخدم هنا اللي هي الدايره العملي اللي انا شرحتها في الباوربوينت اللي هي دي، لان الاي سي ده مش هيشتغل معايا في البروتس، الاي سي هنا ده مش هيشتغل معايا في البروتس. لو انا عايز اجيبه على البروتس، على البروتس اكتب ايه؟ اجي في السيرش هنا في دي اكتب ماكس 232، هيطلع لي زي ما انتم شايفين كده، هو وصل، دبل كليك عليه هيطلع ورا هنا. لو انا عايز السيريال اكتب كوم بي اي ام اللي هو ده الار اس 232، دبل كليك هات الاور. تعال نشوف مع بعض كده هوصله ازاي. طبعا انا هوصله مباشر هنا، الكلام ده خطا عملي، ما ينفعش توصل توصيل ده عملي، الكلام ده في السيميوليشن بس، اما عمليا في الدايره اللي احنا قلنا عليها لازم توصل الماكس 232. طيب اللي قلنا ان سي 6 اللي هي تي اكس هوصلها بالتي اكس مباشره هنا، يبقى مع ده اوصلها مع التي اكس. سي 7 اللي هي ار اكس اوصلها بالار اكس اللي هي 2 و3، 5 اوصلها بالارض بتاع المايكرو كنترول. عشان اعمل سيموليشن للدايره دي في طريقتين، عشان اعمل سيموليشن للدايره دي باستخدام الار اس 232 في طريقتين. اول طريقه لازم اسطب الفيرتشوال بورت، برنامج اسمه الفيرتشوال بورت عندي، دي ايقونته بفتحه عادي، يبقى لازم تعرف الخطوات. افتحه، بعد ما افتحه اعمل ايه؟ اضغط على ديفايس واقول كرييت، هوصل بين اثنين ديفايس كونكتور واقول له نيكست، هيقول ان انت عايز توصلهم على كم واحد. تعال نشوف مع بعض كده هختار الكم ده ازاي. هنا في البروتس دبل كليك على دي على الار اس 232، هتختار هنا الكم كام؟ كم واحد اهو، اللي انت مكاتبه هنا ده هو اللي هتكتبه فين؟ في البرنامج الثاني. ما تنساش البودريت ده لازم يبقى نفس البودريت المكتوب في الكود بتاعنا، انا كاتب 9600 يبقى 9600، كم واحد يبقى يتكتب في الفيرشوال بورت عندي كم واحد. هروح للفيرشوال بورت، كم واحد، اقول له فينش. ده اول برنامج، يبقى البرنامج الاول فيرتشوال سيريال بورت ايميوليتور، ده عشان يعمل لي محاكاه بين البروتس والكمبيوتر الاساسي. ده اول برنامج انزله تحت كده، ما اقفلهوش انزله بس. البرنامج الثاني اللي اسمه هايبر تيرمينال، دبل كليك عليه هيفتح لي ويندو كده، اقول له مثلا سمي الجهاز اي اسم، اوكي. بعد كده هيفتح لي النافذه دي، هيقول لي انت موصل على كم واحد، نفس الكم اللي انا كنت مختاره في البروتس، كم واحد، اقول له اوكي. هنا هيقول لي البود ريت 9600، لو انت مغيرها في الكود لازم مين تغيرها هنا، وباقي الخطوات او الحاجات الباقيه دي هتخليها زي ما هي، تقول له اوكي. بعد كده كده هو النافذه جاهزه ان هي تعرض مين الداتا. يبقى تعالى نفتح البروتس، ركز معايا كده، يبقى البرنامج ده او لو انا هشتغل عملي لازم اشتغل بالطريقه دي. يبقى انا اعمل رن كده، تعالى نطلع على البرنامج تاني، يبقى ظهرت كلمه مين؟ ويلكم عندي، اللي هي اول كلمه بتظهر عندي. اضغط حرف ايه بيظهر على الشاشه ايه؟ ليد ايه نورت، ايه كمان يطفيها، بي ينور بي، بي يطفيها، ام شغل الموتور، ان يطفيه، ايه شغل ايه؟ بي سي. خلي بالك كل الحروف مين؟ سمول. لو انا كتبت ايه كابتل ما يعملش حاجه، بيكابتل ما يعملش حاجه، لازم تلتزم باللي مكتوب في الكود. دي الطريقه الثانيه، الكلام ده مهم في حاله ان انت هتشتغل عمل، لازم البرنامج ده استخدمه، اسمه هايبر تيرمينال. البرامج دي انا هنزلها من النت طبعا، هسيب لكم اللينكات بتاعتها اسفل الفيديو. يبقى الطريقه الثانيه خلصناها. الطريقه الثالثه، يبقى افتح ثاني الفيرتشوال تيرمينال عندي، نفس الخطوات، اعمل ديفايس كرييت كونكتور نيكست، انا موصله ايه على البروتس؟ كم واحد زي ما احنا شفنا، فينش كده هو جاهز. المره دي هعمل سيميوليشن من عندي من المايكرو سي نفسه. المايكرو سي بيدعم خاصيه مين؟ ان انا يظهر لي السيريال عندي. ده المايكرو سي عندنا، هروح لتولز اضغط على حاجه اسمها يو اس ارت تيرمينال، دي الويندو دي، اعمل ايه؟ اول ما تظهر لي الويندو دي زي الويندو اللي كانت ظاهره في حاله الهايبر تيرمينال، اعمل ايه؟ اول حاجه اختار الكم،
يبقى قبل ما انا اتعامل مع المايكرو سي والويندو بتاعته لازم اشغل الفيرتشوال بورت، لازم اشغل البرنامج ده. يبقى البرنامج ده اساسي في الحالتين، في حاله الهايبر تيرمينال وحاله المايكرو سي، تمام؟ لازم يبقى عندك. هروح هنا اختار الكم، كم واحد، ما انساش البودريت، دي القيم كلها ستاندرد. طبعا في البرنامج عامل 9600، مش هغير اي حاجه. اروح اعمل كونكت هنا، هو كده عامل كونكت الكم واحد، تمام؟ خلي بالك هنا في الشاشه دي او الجزئيه دي هكتب فيها الحروف اللي انا عايز ابعتها واضغط على سنت. يبقى دي الحاجات الديفولت اللي هتظهر عندك. اي حرف هتكتبه هنا هيظهر هنا، ده عشان اليوزر يشوف، لكن الشاشه الاصليه بتاعت السيريال اللي هي تحت. تعال نروح للبروتوس ونعمل رن، بعد كده ارجع للبروتوس واعمل رن. تعال كده نروح للمايكرو سي، ظهر كلمه ويلكم اهو، شايفين ويلكم ظهرت تحت، تمام؟ انا هعمل ايه؟ اكتب ايه بعد كده سنت. ده بيقول لك ان اليوزر كتب ايه، لكن اللي هيبعتها تحت دي اللي هي ان المايكرو كنترولر بعت للكمبيوتر ايه. طبعا هتلقى الحروف لازقه في بعض، بس تعال نشوف كده هنا الاول. نور ايه، تعال نضغط ايه تاني، نكتب ايه تاني، سنت. يبقى ادي ايه المايكرو كنترولر بعتها تاني للكمبيوتر. هنروح نلقى ايه، طفاها فعلا. طيب لو انا عايز الحروف تظهر في نيو لاين، ده مشكله المايكرو سي زي ما انتم شايفين، ان هو هنا تعمل ايه، ابند نيو لاين، وبعد كده اعمل ايه، امسح دي مثلا اخليها ام سنت. هو طبعا مش هيستجيب اول مره، الام عندي هنا الموتور شغاله اهو. نرجع تاني اكتب ان، اول ما اكتب ان هيعمل نيو لاين، لان هو بيستجيب للامر في تاني خطوه مش في اول خطوه. سنت الان اتكتبت تحت اهي، تمام؟ الان يعمل ايه للموتور، يطفيه. اتمنى حلقه النهارده تكونوا استفدتوا منها. لو عندكم اي استفسارات واسئله سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير طبعا والسبسكرايب، وانتظرونا في فيديوهات تانية في سلسله السيريال كوميونيكيشن، وشكرا جزيلا.